إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. كثرة استعمال الملينات. كثرة استعمال الملينات ممكن يؤدي إلى اعتماد الشخص عليها وضعف وظيفة الأمعاء. الملينات بتشتغل بطرق كتيرة، أكترهم أماناً، أكتر هذه الطرق أماناً هي الملينات اللي بتعمل مفعولها عن طريق إنها تساعد على زيادة كتلة البراز اللي بتتسمى مكملات الألياف. لكن في ملينات أخرى بتسحب مية كتير من الجسم علشان توصلها للقولون علشان تسهل خروج الفضلات دي. الملينات دي ممكن تعمل خلل في الأملاح والمعادن في الجسم لو استخدمت لفترة طويلة، وممكن تعمل تقلصات وانتفاخات. في نوع آخر من الملينات بيحفز من انقباضات القولون، وده ممكن يتسبب في مغص. علشان كده بننصح إنه قبل ما تلجأ للملينات جرب بس بعض التغيرات الطفيفة في نظام حياتك، هتساعدك جداً على إنك تتغلب على الإمساك بدون ما تاخد ملينات. زي إيه؟ زي تناول الأطعمة الغنية بالألياف زي الفواكه والخضروات، وإنك تشرب كمية وفيرة من السوائل يومياً ما تقلش عن 10 كوبايات، زيادة الحركة والنشاط البدني. لو استمر الإمساك بعد كده، بعد هذه التغيرات البسيطة في نمط الحياة، ساعتها ممكن تستشير طبيب متخصص في نوع الملين المناسب ليك. فاصل وهنقول معلومة كمان. حالياً بقى فيه اتجاه في الأوساط الطبية في العالم كله بتقليل تناول اللحوم الحمراء لمرتين فقط في الأسبوع أو حتى كل 10 أيام، لاحتواء اللحوم الحمراء على الدهون المشبعة، وارتباط ده بمشاكل القلب وتصلب الشرايين والسمنة ومشاكل السكر وبعض أمراض القولون. علشان كده بقى فيه حالياً اتجاه لاستخدام ما يسمى ببدائل اللحوم، أو اللي بيقولوا عليها تجاوزاً اللحوم النباتية، زي فول الصويا والبسلة الخضراء والبرغل. حالياً سلاسل المطاعم الشهيرة بدأت تجرب هذه البدائل. البيض بديل جيد جداً للحوم ويعتبر مصدر مثالي للبروتين. العدس بيحتوي على 25% من إجمالي عناصره الغذائية من البروتين. الحمص، مقدار كوب واحد من الحمص فيه 15 جرام بروتين. الشوفان من الأطعمة الغنية بالبروتين وألياف وعناصر غذائية تانية كتير. علشان كده العدس والشوفان من الحاجات المحببة جدا لراغبي تنزيل الوزن. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.